تتناول فقرتنا النهارده، وسعدني ان انا ارحب بالفنان الشاب المطرب الاستاذ احمد الفرديني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ احمد. يعني له اغاني تواكبت مع الثوره، له اغنيه احنا شباب الفيسبوك، وايضا قدم الاهلي قصه مصريه ومصري عنده ضمير، والحقيقه اغانيه كانت منسجمه تماما مع الاحداث في مصر، لدرجه ان يعني الاهلي قصه مصريه ليها قصه ان هو كتبها ولحنها في 2006 وغناها في 2009 يعني قبل الثوره، وكانت فيها يعني بعض الارهاصات يمكن الثوريه. اشرح لنا استاذ احمد. برحب بيك مره ثانيه. انا برحب حضرتك وكل المجانين. بالنسبه للاهلي قصه مصريه كان كانت في 2006 من تبعتي الاعلام النبي أبو نصر المفروض، لاحظت شويه كده ان في اتجاه يسار الجماهير ضد بعضيها، وخصوصا ضد جماهير الاهلي. من هنا طلعت خرجت اغنيه الاهلي، تفاعلت بالكلام الاثاره ضد جماهير الاهلي، وبالتالي الجماهير اختلفت مع بعضيها، وبالتالي انا توقعت ان هيحصل. انت مشجع كره ولا بتتفرج عليها في التلفزيون؟ لا انا متابع الرياضه بشكل جيد طبعا. بس ما انتش ما انتش في الالتراس مثلا؟ لا لا مش في لكن متحمس للكوره بتتابعها؟ طبعا متابع الرياضه بشكل جيد يعني. اهلاوي طبعا؟ طبعا لان الاغنيه. طيب لا بس قبل ما تقول ايه بقى الاغنيه، وايه اللي قريب من حاله الثوره فيها؟ هو طبعا حته انا بصور على في خطا كبير او كارثه هتحصل، واخد بالك، وهي تفرقه او الفرقه بين الجماهير وبعضيها، يعني تكبير حجم الرياضه كما لو كان دوله ضد دوله او الولايات قصاد بعضيها، الموضوع اكبر كتير من الحقيقه. الحقيقه ده رياضه، ليه بنكبر مثال كده؟ بتتكلم عن مشكله مصر مع الجزائر اللي اثرت الفترات الاخيره، ده اي لازمه. ازاي يعني ده رياضه في الاخر؟ كلماتها بتقول ايه؟ بالنسبه للاهلي سجل التاريخ واكتب، ولا نسمعها منك ايه رايك احسن؟ لا على طول نقول الكلام ده. الكلمات اللي قالها طيب. وبعدين بيقولوا فيها جناية فكري. جناية الكرة اللي بيقول وانا برد على حاجة زي كده يعني. في صعوبة شوية. طب نسمع جزء منها. هنقول كلامها طبعا مفضل من كلام البرد. سجل يا تاريخ واكتب بحروف النور، افسد بلد كفاح ولد كيان مفخور، حكايه ولا كل الحكايات احكيها لولدي يحكيها من بعدي بكل الولاد، حكايه مصر بدم مصر حب الاوطان، الله عليك الله في ايديه كل الخير، الله شمس ونور امل بيدور في كل بيت ورد زهور، يلا بينا يلا نشوف يا اهل يا اهل. جوه بقى الاغنيه الريتم دي ده جزء حر. يا كل صبي وكل صبيه عاشق لبلاده عشق غير، من ما يقدر مش يفكر لازم تعرف ان الاهل لسه مصريه، هو الفرحه لسه الفرحه من غيره انسى معنى الضحكه، شمس ونور امل بيدور في كل بيت ورد زهور، يلا بينا يلا نقول اهل يا اهل يا اهل. في الاخر شعار للجماهير، شعار ايماني يعني بدعو الناحية الإيمانية، وبالتالي للتهدئة والتعامل بخلق بيننا. أهلاوي رفع إيده عارف ربه يزيده، وكتاب في قلبه وجيبه، الخطوة أمام بيمينه، ارفع راسك لفوق أنت أهلاوي أنت أهلاوي، ارفع راسك لفوق أنت أهلاوي. دي أنت كاتبها في 2006؟ لا والله. والله يعني هو الميدان تحولت إلى ارفع راسك وأنت مصري. ده شيء جميل جدا. احنا طبعا عايزين ننوه يا استاذ احمد لحاجه، ان احنا نوجه برضو تحيه لكل جماهير الكوره من كل الانديه الاخرى طبعا، سواء نادي الزمالك او الاسماعيلي او المصري او كل الانديه سواء عندنا، وعايزين نسمع بقى جزء من الاغنيه الجميله. تستعد للاغنيه دلوقتي ولا نتكلم شويه؟ لا الجزء الاغنيه قال طبعا اللي فيها الكره والردود والكلام ده، فريق الموضوع ده ايه صعب شويه بأصعب شويه يعني. طب نبدو ان حد مغني حاجه ثانيه يعني ولا عايز تسمعنا جزء؟ لا ممكن نقول حاجه مش مشكله يعني. طب
أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا غالية من حتى ربي أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا غالية من حتى ربي شمس ونور أمل بيزور لكل بيت ورد زهور يلا بينا يلا نقول أهلي أهلي يا أهلي 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 يا أهلي 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 يا كل صبي وكل صبية عاش لبلاده عشوبية يا كل صبي وكل صبية عاش لبلاده عشوبية مين ما يقدر نفسي تفكر لازم تعرف إن من أهل قصة مصرية هو الفرحة نفس الفرحة من غير أنسى معنى الضحكة شمس النور أمل بيدور في كل بيت ورد ظهور يلا بينا يلا نقول أهلي أهلي يا أهلي 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 يا أهلي 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 الله جميل طبعا جميل الأهلي نهاية السعادة بهذه الفقرة ويعني عايزين برضو نأكد مرة أخرى بنوجه كل التقدير والتحية لجماهير الزمالك طبعا كل هي معمولة والله كل الفرق يعني دعوة للحب والأهلي ولكل جماهير وهو جماهير كورة كبيرة دور كبير في الثورة طبيعي ناس ضحت وناس حمت الميدان في موقعة الجبل برضه من أكيد فضل جميل جدا يعني الأغنية الوطنية أنت فكرت إنك تبقى وتكتب فيها؟ لا والله أنا يعني أنا بالنسبة لي من قبل الثورة قلت لحضرتك الأهلي أثناء 2006 قبل الثورة برضه بعديها كده قبل الثورة خلي برضه 40 كده كنت عملت برضه أغنية هذه الأخبار وسبحانك يا رب معناها تعيش فيه دلوقتي برضو نفسي بقول فيها شمر يا ساعد صحش القاعد صحي لو نايم قوم وحش دايم انا وانت واحد بخير من صاحب مش متواعد نجنيها من تاني يا ضمير مصحصح يلا معايا عليها نغير بالشمس الحلوه جميله وطرطح ان هي كتير تلف الدنيا تحلها بدها زيها ما لقيت ولا ظل الشجرة ولا أم حنة ولا مية نيل أنا وأنت وأبويا وأمي وأختي أمانة في الليل أمانة شمر يا ساعد صحصح القاعد صحي لو نايم قوم واحد الدايم أنا وأنت واحد بخير من صاحب ماشي مش واعد نبنيها من تاني بحلم بحلم أبقى زي جدودي مجد وحضارة أنا أورودي ملوى الدنيا لسه من ثوبي سمي وصلي عليا وقومي الجودة دي يا مصرية والصنعة دي منها هي وشاوروا عليا نسر صبحية عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر عظيمة عظيمة يا مصر ابنيها من تاني ازاي نبنيها من تاني تصورك بعد الانتخابات الرئاسية كيف نبني مصر من تاني انا قلت بقى ضمير ضماتر ضماتر اسمع اخلاص لازم اقول حاجة ضمير كل واحد في موقعه في موقعه اذا عنده ضمير يخلص لله عز وجل ويتقي الله البلد الناس هو ده الاساس من يتقي الله يجعل له من فضله ويجعل له من فضله كان ليك اغنيه مهمه قوي مصري عنده ضمير والله مصري عنده ضمير وفي برضه احنا شباب فيسبوك وشباب الفيسبوك برضه في برضه كانت اسمها الثوره دي بقى اسمها الثوره دي اسمها الثوره دي بقى نسمعها نسمع كلماتها الاول دي طبعا مش هاي المكتب طبعا مش كلمات عشان برضه المكتب ده تأليفه كده تأليف ألوشينك وتأليف تأليف لكن شوالف الزفت المخرج تاجر حميدة كلمات كلمات أثناء الثورة وكده فأقول الكلمات يعني احنا شباب يناير جزء المشايخ ثورة إرادة صحة كل الضماير بين الفساد اللساد بين الدوائر احنا شباب قالوا قبلنا ناس كتير ياما قالوا في كل حال حال التغيير
شباب الأرض طاير، شباب الأرض ساير، غضب صمود رحيم، سفوت سودة ذنة موس من غير ولا لحظة صوت، ننسى أمنا، ننسى أمنا، نرفض أي حد في السنة حتى لو كان ابن عمنا محمد وجرد بسحنة من زمان هو ده حلنا. إحنا شباب، إحنا شباب يناير الواعي شعرتها الدامة، مفيش داعي أي طيار وأجنة وصار مش بتاعي. إحنا شباب الثورة، نزلنا شباب الثورة من كل لا والسينات بسيطة أوي توصل يعني كل الناس بسهولة. وبرك أدرسوا بالفعل ونزل الفضائيات الرامع لكن حاولتوش غزوك لجبال أفريقيا. لا هو للأسف في بعض الكسل. كسل احنا عايزين ضمير بقى مش مع كل واحد عنده ضمير. الموضوع كسل بقى خلاص. الموضوع حضرتك حضرتك لحظة ان بيت لوحدي شوية كده انا والأستاذ كاظم. كان المفروض يعني ايه نكمل المسيرة ونتقال على المسارح ونتقال في المسارح ونحاول. لكن الظروف مش سمحتش للأسف. لأن احنا برضه ظروفنا صعبة. كشباب احنا عملنا كل ده عملناه بتمويل الجيش. ايه افضل اغنيه عبرت عن الثوره كلها كده وكده تشوفها او تسمعها لحد اخر تشعر بيها تلمسك او اكثر من كده؟ لا انا ما زلت اقول احنا شباب فيسبوك اكثر عمل عبر عن فكره شباب الثوره. ماشي ده ده حاجه اشتركت فيها. بسألك عن أغنية خارجة كده مش أغنية بتعملها خالص. رمي شهيد رمي كمان دي اللي تطور رجل أكثر السابع عجبتني. طيب نسمع حاجة نسمع أسمع عن تجميل أو شباب شباب فيسبوك عشان تتكلم. احنا شباب يناير بذريت البشاير، احنا شباب يناير بذريت البشاير، ثورة إرادة صحت كل الضماير، صحت كل الضماير، جيت الثلاث اللي فات بين الدواير الدواير، احنا شباب الفيسبوك قالوا قبلنا ناس يا ما قالوا الكل حابب والله حبيبي الفريق، قالوا قبلنا ناس يا ما قالوا الكل حابب والله حبيبي الفريق، شباب على الارض طاير، شباب على الارض طاير طاير وطاير. الله فنان احمد الفرديني ايه اللي انت تطلبه من الرئيس القادم؟ اللي تحلم من الرئيس القادم تحققه؟ اظن اتكلمت من الناس كلهم بعض وصدقني الرئيس محمد حكم القادم حكم بلاد عينا ان ربنا علينا من كل نهر من حيث لا تدري ولا تعرف ولا مؤمن بالكفر احكم بلاد ونفسي يعني سيدنا عمر بن العزيز نفسي حد ياخد من هذا انا قلت له انا بعد سنتين استقلال سنتين او 14 او 13 اعمل اغنى امي بالعدل خلعته بالرفاهيه خلعته بالرفاهيه بكرهها واتنازل عن كل ما يخصني وحكم بالعدل. ايه اهم المشكلات من وجهه نظرك واجب الرئيس القادم واجب الشعب المصري؟ والله شايف ان الفكره كتير قوي الاختلافات كتير قوي ومش عارف اشاعات كتير قوي
وده إذا مكانش ده يبقى لا مكانش ده يبقى لا لا ده أنا متفق فكرة الوفاق يصل ويقدر يجمع الناس اللي رئيس عليه إنه يلعب دور جميع وفاق وطن حوالين مشروع وبعدين إحنا نفيد ناخد من قيم من قيم أو يعني مثلا الشيخ شعراوي لما قال السعر الفقر من يصور الوهد المتفاد ثم يهدأ في بناء الإنجاز عندنا حكماء قالوا تبين ان احنا مش هنستفيد من حكماءنا ليه تعالى كلنا يبقى في ظهر الرئيس اللي جاي ده اتفق ان مصلحه الوطن خلاص اللي جاي اتفق معاه ان احنا نبقى في ظهره كلنا ايد واحده عشان نبني بلد ان شاء الله ديمقراطيه ان شاء الله البسيط والفقير وكله ياخد وضعه وحقه يظهر الفن الفن دور خطير جدا بس يدي فرصه لاصحاب الفن الحقيقي عشنا فتره سوداء لا مكان الى اشياء اخرى يعني انما اللي هو عنده فكر او فن هادف يعني مش واخد حظ ده المقاييس اختلفت في الفتره السنوات اللي فاتت كلها المقاييس كلها مختلفه تبيع تكون تخدع مباح لك تعمل اي حاجه سيئه عشان توصل لهدف المقاييس اختلفت خالص مبنيه على الماده ماديات مش الموهبه فالمقاييس مبنيه على الماده من زمان كاتب الرسول المنصور الخليفه عبد الحليم محمد عبد الوهاب محمد فوزي محمد انديول وعد على لو كان دول كان وقتها تعاملوا معاه بنفس هذا المنطق ما كانش حد من دول ظهر واكيد في وسطنا وما بيننا في ام كلثوم وفي عبد الحليم وفي مسلم وفي تستحق الاحترام والتقدير لكن لو كانت في مجال مفيش عدل او تكافؤ مفيش عدل وتكافؤ فرص هذا ازاي عبد الحليم لو موجود كان هيموت برضه في العهد الماضي والحاضر ما بيننا هيموت مش هيوصل حتى لو كان عبد الحليم وانا قابلت الاستاذ محمد سلطان وقال لي نفس الكلمه كده ملحن كبير استاذ محمد سلطان قال لي يا احمد بامانه شديده لو انت عبد الحليم فاضل ما عادش انتاج حد يصرف عليك فلوس مش هتظهر طبعا انت المربع عبد الحليم حافظ كان فكر بالثوره في عام 1952 طبعا هل ثوره 25 يناير فيها مقابلها نقدر نقول في فلان فكر الثوره ال 25 يناير زي ما كان عبد الحليم يعبر تعبير رقيق يعني ثوره يوليو هو دي برضو ارجع واقول ان عبد الحليم كان موجود بالفعل والساحه المفتوحه بس 52 كتب في امكانات الخطاره اللي كانت فعلا بالفعل امكانات مسخره النجم القديم لكن تعالى اسالني او اسال بقى زمايلي حتى اللي غنى يا ترى الامكانيات المتاحه دي انا حاجات اللي كنت بعملها كلها بتقول ازاي احنا من بطفاء الشعب نلم بعضينا ونقعد على الكاتب نتصرف مع بعضينا ونوصل ونسال واحد واثنين وثلاثه الموزعين والاستوديوهات عشان نوصل لاقل الامور يعني فتخيل المشقه والعذاب اللي احنا بنشوفه عشان نقدر نطلع اغنيه ربما تعجب ربما ما تعجبش وربما توصل وربما ما توصلش لكن انا كمؤمن بالقضيه بحاول وبكافح ان انا اوصل لسلسله تفتكر الفترة القديمة هيبقى فيه طريق تعبير أكبر طريق إبداع أكبر ولا هيبقى فيه قيود على التعبير الرسمي لا إن شاء الله إن شاء الله أنا متفائل بإذنك يا رب بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله أنا متفائل كثير جدا وعندي أمل كبير أوي الحمد لله عز وجل بإذن الله طبعا من الفترة الجاية هيبقى فيه في حاجة كويسة يا رب كلنا يعني كلنا زي بيقول كتب السوري كان الله في عون الشعب السوري طبعا دلوقتي كان الله في عون سعد الله ونور السجون نحن محكومون بالامل ملناش خيار اخر يجب ان احنا نكون عندنا امل دائما طب نسمع حاجه جميله بقى يا ضمير يا ضمير يا ضمير يا ضمير الكل عليها لغيري
يا ضمير يا ضمير يا ضمير يا ضمير الكل عليها لازم يمير بالشمس مهما تغيب وتطير لابد ينهضي بهضي لابد ينهضي أهل مصر فعشت بطير وكل هد أورغير أهل مصر فعشت بطير وكل هد أورغير جوايا حلم كبير تضلني وقام فيه أمروني أكون خاين أنا أقول لا 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 أمروني أكون غاية أقول لا 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 لا, لا. أنا مصري ابن النيل أنا أملي في رب كبير أنا مصري عنده ضمير عنده ضمير عنده ضمير عنده ضمير يا ضمير يا ضمير يا ضمير يا ضمير الكل عليه تزهير بالشمس مهما تغيبتي لابد بهم حطي حطي لابد بهم جميلة جميلة خالص. واحنا مصر طول عمرها الشمس فيها مشرقة بلاد الشمس الذهبية شمس الحرية والعدالة كل معاني الخير ضمن الإبداع جميلة إن شاء الله نحن غابت أو ضمينة من الغابت لابد منها الأغنية دي لو سبت بس حضرتك كان حوارك الأول تكلمت عنه أنا مصر تعيش بضيف زي بيت المسلمين وكل هدوء أمرين زي بيت المسلمين تطاع جوايا حلم لا يعني كتبناها كانت لها كتب بعد الثورة بعد الثورة لا بعد الثورة وبرضه خدت فترة قبل ما نفذتها وجهدي كده برضه مسافة كده كتير قبل ما خرجت لكن هي طبعا هي معبرة يعني تعتبر قصة حياة الواحد برضه يا جزء لأن طوال السنوات اللي فاتت دي كلها على فكرة أنا بغنى مسافر طوال السنين اللي فاتت كلها أنا رفضت حاجات كتير أوي أنا كان ممكن أوصل بالمال فتحت لي سكك معينة مثلا الموضوع اللي دخلت فيها اللي أغاني هابطة يعني ما كنتش في سكة الأغاني الهابطة والأماكن الهابطة في فلوس من الدياس وكان في إدارة فترة كانت أنا أصلا كنت نزلت كان أقول إيه رفضنا كود نفقد نبيع واخد بالك عشان نوصل لهدف حتى لو كان الثمن ما وصلش احنا عايزين ننوه ان المطرب احمد البرفين وايضا المزارين لينا اذاعه في قسم التراث الاذاعي في الاذاعه يعني ده فاهم ان انت يعني دكتور يعني تفضل بقى الله عليك الشيخ الله على حضرتك ما فيش شك طبعا وجودي في هذا الموقع في المكان خلي حضرتك ان كل زملائي لهم أفضل زي حضرتك كده فأنا بتعلم منهم خلوهم مثقفين أفضل لعبة دور كبير أوي إن أنا أكتب إلى جانب الحين والغناء والشعر لا تسمع تسمع أنا بسمع فرصة فرصة إن أنت تسمع من التراث بتاعنا بقى أسمع من كل الجواهر والآلة طبعا كنوز كنوز سواء كان في الفن أو في الغناء والموسيقى والغناء أو برضه بقى في المذيعين القدامى بقى تسمع المذيعين القدامى يعني طبعا كل مين هم الدرجات الله مين انت بتقعد تسمع له كتير حليم طبعا حليم وفي طبعا برضه ام كلثوم ام كلثوم انجيل طبعا برضه عايز اقول برضه يعني فريد متأثرت بيه علوي عدم الطفولة على فكرة وانا طفل قد كده من الافلام اللي كانت تعرض في التلفزيون تأثرت بفريد علوي جدا علوي ولذلك التكنيكا عندي حتى كده استاذ علوي بنفس ستايل مش استاذ فريد كده احنا برضو كنت اتمنى ان يكون النهارده موجود كنا نتمنى ان العود بتاع الاستاذ احمد الفرزيني حصل له موقف عشان اتخبط مني مع السوق كده اتخبط منه العود وهو جاي بيه فان شاء الله يكون لنا ده يبقى يعني فرصه ان احنا نلتقي بيك مره ثانيه يكون لنا عظيم الشرف ونسمعك انت
بعزف على العود هو الآلة المفضلة لي. طبعاً حتى أنا أقرب من الآلات الأساسية. شوفوا. هو دائماً بالأوراد أو الإنسان بذات الحاجة. وده فيه مؤثر. وبنا بنغي بعض الأساسية. هو صديقي الأول صح. لكن أنت درست في كده. لا أنا خصائم طبعاً أساساً في أخصائي كده. يعني مجال بعيد بس أنت حاول للفن و... هو طبعاً خصائي البيت برضو كده لازم تاخد أي شهادة غير الأسرة يعني الدينة. مفروض ان انت تبقى حياتك كلها موسيقى والغناء وكده يعني. طب توزيع اعمالك او ان انت تفتح لنفسك سكه يعني انت قلت لي رفضت سكه معينه لان شايف الناحيه الفنيه والاخلاقيه مش كويسه. طب قول التوزيع بتاع اغانيك هل في مشكله في ان انت توزع اغانيك ان انت تنتشر اكثر؟ طبعا ما زال المجال الفني والعلاقات في اشياء اخرى مش بس انك انت تعمل اغنيه وخلاص. لا برضه مطلوب جدا ان انت تبقى انت على مستوى عالي من العلاقات والمعارف وبعض الرموز وكده عشان خاطر هو يزقك ويساعدك. ما زال موجود بس علينا نعترف ان ده الفكر ده موجود لسه ما خلصناش منه. مش معنى كده تروح لاي قناه وتعرض عليها مثلا اغنيه راقيه يقول لك اوكي تجرب نفسك. لا مازال سهل طريق صعب طريق مريض صعب رغم وجودك في الإذاعة ورغم وجودك في الإذاعة لأنك شارك كان وجودي في معركة جوه المطبخ المطبخ يعني كان الله فرعون بقى اللي هم مش في المطبخ خالص كمان. أنا قلت قبل الثورة بيوم قلت المسؤول كبير نعم يقول لي والله يقول لي أنت يعني إيه اللي تعبك في المجال بتاعك؟ قلت له أنت عادي أنا تعبت بشكل عام إذا كنت أنا اللي ابن من أبناء الإعلام والكلام ده مش عارف أوصل هدفي فما بالك بس اللي هو بعيد تماما اللي هو بيعمل حتى يعرف واحد زي حالاتي. نعم يبقى أصعب بكتير جدا مش هيوصل. طيب هو عموما بنتمنى للمطرب والفنان أحمد البرديني كل التوفيق نشكره على الفقرة الجميلة ديت. الله يكرمك إن شاء الله يعني بعد الانتخابات الرئاسية يكون الأمور اتحسنت وبقى في يعني فرص لكل المصريين وكل المبدعين والموهوبين. بشكركم. بعد فاصل قصير هلتقي وهتنضم ليا زميلتي فاطمة السردي وهيبقى لينا فقرة عن المسرح وعن مسرح الأقاليم المهمش واللي بيعاني مشاكل كثيرة وعن مسرح العمال أيضا بعد فاصل.